ما شاء الله كشت اليوم الجمعة 16/4/1441 لما يجتمع الكبار والصغار في الكشتة يكون له لذة. يعني الكشتة لما يجتمع فيها صغار وكبار يكون فيها لذة. شباب ما شاء الله يمتعون الطلعات الحقيقة في المرح واللعب، فهذه الحقيقة من الطلعات الجميلة التي يستمع فيها الصغار والكبار، فهذه الصراحة تكون طلعة جميلة. الشباب الصغار الحقيقة يقومون بالطلعات هذه والكشتات، يقومون بخدمة الكبار ومساعدة الكبار في الطبخ وجلب ما يطلبونه الكبار منهم. فليت دائما تكون الطلعات دائما تكون مشتركة بين الصغار والكبار، هذا الحقيقة يكون يساعد على نجاح الطلعة وعلى تمتع الصغار مع الكبار في الطلعات. ما شاء الله هذا الآن الشلة الآن في شعيب أرقية. شعيب أرقية يعتبر من الشعبان التي الحقيقة يقصدها كثير من أهل بريدة لوجود الأرض الجميلة والتربة الطيبة في شعيب أرقية، ومكان ظل من الأشجار الطلحة التي موجودة في الشعيب. فما شاء الله موجودة الآن كل شجرة من أشجار الشعيب تجد سيارة واقفة تحت هذه الأشجار. اليوم يتمتعون أهل بريدة بالطلعة يوم الجمعة بمناسبة الأمطار اللي جت البارح ليلة الجمعة، رش الحقيقة جعل الأرض جميلة تميل اللون الأحمر من السيول القليلة الحقيقة، ما هي من الكثيرة، القليلة اللي سقطت على الأمطار، سقطت على المحيط الذي يحيط في بريدة. فدعا كثير من الناس اللي انهم يطلعون اليوم للبر للتمتع بهذا الجو الجميل، كل واحد مع أولاده. ما شاء الله شوف الحين ما شاء الله الأب يلعب مع أولاده كرة القدم، فهذا الواجب انه دائما تقول طلعات تصحب الشباب الصغار معك حتى يتمتعون مع الكبار. هذا ما شاء الله واحد قاعد يمتع أولاده بالكورة ويلعب معهم ويستانس، وهذول الشباب ما شاء الله اليوم ربعنا طالعين معهم أولادهم يتمتعون بالطلعة ما شاء الله مستانسين، هم الصغار والكبار، اللي يطبخ واللي ينفخ واللي يشب النار واللي يجيب الحطب، ما شاء الله كلهم مستمتعين بهذه الأجواء الجميلة التي تشهدها مدينة بريدة. ما شاء الله هذا الشيخ حقنا، هذا الشيخ حقنا ما شاء الله، هو الشيخ ما شاء الله العمدة الحقيقة، هو اللي خطط الرحلات، هذول الشباب برضو ما شاء الله، الله يوفق إن شاء الله، إن شاء الله تكون طلعة إن شاء الله ممتعة للجميع، ودائما نشوف هذه الطلعات الجميلة يشترك فيها الصغار والكبار حتى تكتمل الطلعة بالفرح والسرور. شعيب أرقية ما شاء الله مستحم بالكشاتة، اليوم مناسبة سقوط الأمطار التي سقطت على مدينة بريدة وضواحيها ليلة البارحة. الله يوفقهم، نقول رحلة ممتعة للجميع إن شاء الله.